هبدأ حديثي عن نادي الإسماعيلي الحقيقة بجزئية هامة أنا شخصيا حابب أشيد بيها، فكرة جماهير نادي الإسماعيلي والصبر الحقيقة على أمور كثيرة، يعني سواء النتائج أو الجهاز الفني أو حتى الدفع ببعض اللاعبين الشباب والصغار في السن. فالأمور دي كلها دايما لما يبقى في فرقة جماهيرية أعتقد بتبقى أهم شيء بالنسبة لهم الانتصارات. فالحقيقة أعتقد جمهور الإسماعيلي بقاله فترة بيمني النفس بانتصارات، بقالهم 4 مباريات بدون انتصارات. موقف الفرقة الحقيقة مش بس أول سنة، لا بقالهم كذا سنة فكرة التصارع على البقاء ده لا يليق أبدا بتاريخ النادي الإسماعيلي. كابتن إسماعيلي، وأنت أدرى يعني الأشخاص بما يدور داخل الإسماعيلية والنادي الإسماعيلي، بس حاليا الجماهير، موقف الجماهير مع موقف النادي الإسماعيلي، الصبر على الفرقة، وجود بعض العناصر اللي متوسمين فيها الخير، الموقف داخل الإسماعيلي حاليا إيه؟ يعني أنا في البداية عايز أحيي طبعا الكابتن إيهاب جلال، لأن المهمة كانت صعبة جدا على أي مدير فني اللي هو يقبل إن هو يمسك نادي الإسماعيلي في بداية الموسم في ظل التغيرات اللي كان فيها نادي الإسماعيلي والمشاكل الإدارية اللي موجود فيها نادي الإسماعيلي. فحاجة تتحسب للكابتن إيهاب والجهازه، بصراحة اشتغلوا من بداية الدوري بشكل كبير جدا، ويمكن أنا من الناس الداعمين جدا للكابتن إيهاب والعقلية بتاعته كمدرب والعقلية بتاعته كمان إن أنت ترجع أيام الإسماعيلي والاعتماد والاهتمام بقطاع الناشئين. وشفنا ده مع الكابتن إيهاب في بداية الموسم إزاي اعتمد على الـ على الـ على الـ على الناشئين، وإزاي أنت شفت لعيبة أنت كانت موجودة قبل كده لكن ما كانش مدير فني، ما كانش بيلعبهم، كان قلقان، كان خايف. كابتن إيهاب ما عندوش حتة الخوف دي، فدي حاجة تتحسب له طبعا. والنهارده وجود النادي الإسماعيلي ب 28 بونت، لا يعني انت بتتكلم على 3 سنين قبل كده كان الاسماعيلي ما كانش بيجيب 28 بونت في المرحله ديت. ده لسه انت عندك الاسماعيلي عنده مباريات لسه كتير جدا يقدر يجمع فيها بنات باذن الله، اللي يرجع نادي الاسماعيلي لوضعه الطبيعي على الاقل يبقى مرتاح. جمهور نادي الاسماعيلي لولا بصراحه مش هيبقى موجود نادي الاسماعيلي خلال العمر كله، والدليل على كده بدايه الموسم ده التشجيع المستمر والدوافع اللي بيديها للفريق والتشجيع للكابتن ايهاب والناشئين الصاعدين. فجمهور نادي الاسماعيلي هو ده الدعم الاول والاخير لنادي الاسماعيلي. بحيي مجلس اداره نادي الاسماعيلي لتمسكهم بالكابتن ايهاب. انت خسرت مباريات كتير جدا لكن تمسك الاداره بالجهاز الفني دي حاجه تتحسب بصراحه للاداره وتمسكها والاستقرار. الاسماعيلي كان قبل كده كل 3 4 مباريات تلاقي مدير فني شكل، كل 3 4 مباريات تلاقي مدير فني شكل، فده ما كانش عامل استقرار فني. لكن الاداره الحاليه تتحسب لها طبعا الاعتماد على الكابتن ايهاب لافضل واطول فتره ممكنه، وده بيخلي الاسماعيلي استقرار فني ودي مهمه جدا. لكن لما نيجي نتكلم بقى فنيا، الكابتن ايهاب طبعا ليه سلبيات وليه ايجابيات، ما فيش حد كمال الا وحده. لكن الكابتن ايهاب في مباريات كتير جدا لو كان محظوظ او كان في توفيق كان الكابتن ايهاب والفرقه كان هيبقوا في حته تانية في الجدول، وانا كنت واثق من ده بشكل كبير جدا. لكن ارجع واقول برضو الوم على الكابتن ايهاب عدم ثبات التشكيل، ودي مشكله جدا 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 لاي مدير فني او لفرقه او لجمهور او استقرار نادي. عدم ثبات التشكيل دي وانت ما عندكش الرفاهيه اللي البديل نفس الاساسي. عبد الرحمن مجدي النهارده ما كانش موجود المباراه اللي فاتت، كان بره خالص، النهارده جوه المباراه. عبد الرحمن مجدي وتصريحاته، هل كان هيسافر ليبيا والاسماعيلي هياخد فلوس ولا خد فلوس؟ الساعي ما لعبش الماتش اللي فات وكان قاعد احتياطي، علامات استفهام. انا بالنسبه لي ان بيبقى في مباريات سهله تكسبها انت ما تعرفش فعل ان انت بتخسر النقاط دي، فدي مشكله كبيره جدا. انت كنت ممكن يا محمد زي ما بقول لك الاسماعيلي ممكن يبقى في حته تانية دلوقتي، 10 نقاط 4 مباريات سابقة يخلوك في المركز الرابع. ما بالظبط، لكن 4 مباريات سابقه انت بتتكلم على بيراميدز، بتتكلم على طلائع الجيش كنت كسبان وكنت ممكن تغير الطريقه شويه، بتتكلم على المباريات اللي انت البنك الاهلي وانت ذكرت ده في المقدمه بتاعتك، تعادل بطعم الفوز زي ما انت قلت، ودي حاجه تتحسب برده للعيبه وللجهاز الفني. الاسماعيلي بقى بيلعب لاخر نفس، بيلعب لاخر دقيقه، وشفنا ده في مباراه الداخليه، عبد الرحمن مجدي بيسجل في الدقيقه الاخيره، عمر الساعي في المباراه الاخيره بيحرز في الدقيقه البنك الاهلي ده، وهدف عالمي من الاهداف اللي انا بشوف ان عمر الساعي لعيب كبير وما ينفعش خروجه من الملعب وما ينفعش ما يبداش، لان انت ما عندكش كم عمر الساعي ولا كم عبد الرحمن، في لعيبه بتديك الفارق دوت. فالاسماعيلي محتاج دول لازم في الملعب. ممكن يبقى في مستوى بينزل شويه لكن وجودهم هو اللي بيعمل لك الحلول، هو اللي بيعمل لك التغييره في اي لحظه. يعني بص الجون ده، الجون بص عايز ارجع الهدف بتاع الساعي ازاي القرار بياخده في لحظه، الجون اللي عمله في فاركو ده شخصيه لعيب صغير بس عنده الشخصيه، طالع بالشخصيه بتاعته.
فاذا اللعيبه دي ما تنفعش تقعد لان انت ما عندكش الرفاهيه. النهارده مباراه صعبه على الاسماعيلي زي ما الدكتور طه قال، مودرن فيوتشر من الفرق الثقيله جدا، من المديرين الفنيين اللي بيعرفوا يلعبوا في الدوري المصري بشكل كبير جدا. كابتن طلعت يوسف وانا كنت متابع اكتر من لقاء ليه، وتعادل مع الزمالك وكسب مباراه كبيره جدا الفتره الاخيره، ابتدت شخصيه مودرن فيوتشر ترجع تاني مع احترامنا للكابتن تامر. لكن في مدرب اللعيبه يعني مع احترامي بتعمل له حساب، اللعيبه بتقدره، اللعيبه مش خوف منه لكن بتنفذ تعليماته ويقلق لو ما نفذتش انا ممكن اقعد. فده في شخصيه في اللعيبه كده بتفرق معاها المدرب. فكابتن طلعت جاي بقوه، جاي مع مودرن فيوتشر بقوه، لكن لما تيجي تشوف المواجهات المباشره في ظل مودرن فيوتشر قبل رحيل اللعيبه ديت ما كانش بيعرف يكسب الاسماعيلي. فاذا الاسماعيلي في اقل مستوياته هو يبقى نادي الاسماعيلي بتاريخه بمكانته. مباراه صعبه على الفرقتين، لكن النهارده ما ننكرش ان درجه الحراره والساعه 4 دي بصراحه يعني احنا نفسنا واحنا جايين في الطريق الجو حر جدا، وانت صح. بس مجرد بس لما تنزل من العربيه للاستوديو او بتنزل من البيت للعربيه الجو، طب اشحال بقى اللعيبه يعني. هل دي برضو نقطه مش عايزين نتكلم فيها كتير لكن هتبقى مؤثره بشكل كبير جدا في احداث المباراه، اللعيبه ومجهودها، هل ده اللي احنا نتمناه ان اللعيبه؟ انت النهارده بتقعد في الاستوديو عايز طب اللعيبه النهارده مش فايقه، اللعيبه مش، لكن انت ناسي مهم جدا جدا درجه الحراره النهارده، الناس ما تقدرش تمشي في الشارع. طب انا لعيب كوره هلعب ازاي في الجو ده؟ فالله يكون في عون اللعيبه كلها في الدوري المصري. والساعه 4 ده يا دكتور مشكله كبيره جدا جدا جدا. اتمنى يكون فيها رجوع للمسؤولين ايا كان مين المسؤول، هم اكيد عارفين وحاسين بالمسؤوليه اللي هم فيها، لكن احنا هنا من خلال الاستوديو نتمنى ان الموضوع الساعه 4 ده على الفرقه كلها، مش عشان احنا النهارده بنحلل. لو البطوله كانت عادي بتقام في فبراير ومارس بالظبط، حتى لو احنا ناخر النهارده انت في صيف، فالناس بتسهر والناس بتشاهد بطوله اوروبا شغاله، يعني الناس بتقعد تتفرج. فاحنا اساسنا هو الدوري المصري. فاتمنى ان دي نقطه مهمه جدا بتاثر على النواحي الفنيه وبتاثر على تسويق الدوري المصري. يعني الدوري المصري يعني شيء ام ابينا هو الدوري رقم واحد في الوطن العربي، شاء من شاء وابى من ابى. الدوري المصري والمنظومه المصريه اتمنى ان هي ترجع المغرب اصلا الساعه 8. ما بالظبط يعني انت بتلعب الساعه 7 اصلا، المباراه بتاعت الساعه 7 دي الشوط الاول في النهار، الساعه 7 دي كمان يا محمد انت بتحس ان الساعه لسه 4 الضوء العصر برضو. يعني حتى التوقيت بتاع الساعه 7 ده برضو الجو، لكن اتمنى الساعه في النهار بالظبط يا دكتور، يعني الساعه 7 8 في النهار بالظبط، يعني الشوط الاول يلعب بالنهار عادي جدا وبيدخلوا البريك ممكن. احنا كمحللين يا محمد بتكلم ليه؟ لان انت ساعات بتبقى بتتفرج على الفرقه لكن انت عايز تتكلم في فنيات. طب هتكلم في فنيات، ما اللعيب ساعات يا دكتور مش قادر، ما انا برضو لازم اعذره، انا مش عايز ادوس على اللعيبه النهارده، اللعيبه هتتغلب، اللعيبه هتكسب، اللعيبه هتبقى وحشه، اللعيبه هتبقى حلوه، في دوافع اكيد جوه كل واحد، لكن في الاول وفي الاخر ان درجه الحراره دي مش في مصلحه مش مصلحتنا كلنا حتى صحيا وبدنيا. ما ينفعش ان انا النهارده يعني زي عذاب، انا يعتبر انا بتعذب وانا بلعب الساعه 4 في الحر ده، وبعدين الفرقه بتنزل الساعه 3 3 وربع بتسخن، انت متخيل درجه الحراره بتبقى كام؟ اتمنى بس نقطه معلش اكيد مليون في الميه الاستوديوهات كلها اتكلمت فيها، لكن نقطه هي بتفرق في نواحي كتير جدا في النواحي الفنيه.